بالنسبه للنجمه كيف جاتك الفكره باش جيتي للمعهد؟ كيفاش تم يعني حتى وصلتي للمعهد؟ الطريقه باش وصلنا للمعهد انه انا اصلا عندي ميول لكل ما هو بحري وكل ما يتعلق بالبحار بالسفن ومن بين المعاهد اللي تيديروا التكوين في القطاع البحري هو معهد السد البحري. يعني دفعت البياس جوان ديالي ودوزت الكونكور وتكلاصت مزيان ودخلت اختاريت شعبه ديال الميكانيك حكم انا عندي باك سونس ماتي يعني قريت ديجا اسمي سونس دانجينيور وعندي ميول في الميكانيك حتى هي يعني كملت في الماشين ودابا انا شعبه الماشين. واش من مدينه انتينا؟ انا اسفي اسفي مدينه بحريه يعني تاع يعني معروفه بانتاج صيد السمك خاصه صيد السردين. يعني بالنسبه لك انت شنو هي يعني الطموح ديالك في هذا ميدان الصيد البحري؟ اش باغي توصل؟ الطموح ديالي هو انني دابا كنقرا ثوازيام كلاس ان شاء الله نكمل ونقرا لا دوزيام كلاس نكون شيف ميكانيسيان في لابيشونتيير ونكمل في الميدان يعني حتى يجيب الله تيسير. واش كتقول بالنسبه لهذا التكريم ديال المراه والطالبات يعني اللي في اليوم العالمي للمراه اللي هو اعتراف وتكريم الدور والمكانه ديال المراه الدور ديالها الاجتماعي والاقتصادي يعني داخل المجتمع؟ كيف ما قلت قبل هو الاعتراف كيخلي الانسان يزيد يبذل المجهود اكثر ويعطي اكثر. داكشي علاش هي مبادره زوينه وماشي غير في القطاع البحري في القطاعات كاملين خاصها تكون ولكن في القطاع البحري بالضبط لانه النسبه ديالنا قليله بزاف. وما كرهتش تبقى تعاود كل عام مع البروموسيون ديالنا البروموسيون اللي جايه وباش حنا نعطيو اكثر وتكون الفاعليه ديالنا اكثر.